يا كريم. كريم مش معانا اصلا. 11 من 10 كريم. 12 من 10 65 من 10 ابو جبل. بركه من ابو جبل هو جعان بس شايف الناس كلها اجمعت ان الاكل حلو فاكيد الاكل حلو. بعد 18 سنه مثلا من بعد ما خلصنا الاعدادي ولا الثانوي ما اتجمعناش. الحمد لله قررنا ان احنا نتجمع دلوقتي ونروح ناكل في مطعم بس لسه مش عارفين هناكل فين. قول يا ابو لف. طبعا احنا ما حبيناش نتجمع بس بعد ما عبد الله وثق الاكونت ايوه قلنا لازم نتجمع. لازم كده مونتاج كده وشغل فاخر من الاخر. انزل يا كريم بيه. يلا مش انا بركن دلوقتي حالا. يلا تعالى اركن هنا اجيبك اجيبك. خش هنا. ماشي. جاهز يا كريم؟ ايه جاهز؟ جاهز يا حبيبي. هنعمل دلوقتي هناخد فري امتى؟ ها يعني نشوف بس دلوقتي الاكل هيبقى عامل ازاي ونقول لكم بقى بجد الاكل حلو ولا لا اي كلام. لا سيبك من بجد دي خلاص خلاص بجد. ها مفيش بجد هنا. فندق وحش من قبل ما نوصل يا ابني. يا ابني فندق ايه يا ابني؟ طبعا انا تقريبا طلبت فايده فراخ اللي نازله دلوقتي حالا دي. طب نزل نزل تشيكن مشروم هنا. انت طلبت يا ابو لفا؟ فايده فراخ. فايده فراخ؟ ماشي. انت طلبت؟ ماشي نشوف نور طلب ايه. طلبت يا نور؟ تشيكن مشروم. تشيكن مشروم ميكس. وانا طلبت ميكس جريل وكريم طلب ميكس جريل. دي الميكس جريل يا جماعه. ودي ده مش تقريبا الفايده ولا زعلان؟ زعلان مني هو غالبا دلوقتي. لا هي لسه الفاهيتا ما وصلتش. امال ده ايه يا صاحبي؟ استنى دلوقتي هتلاقي قلق داخل علينا دلوقتي. استنى هتلاقي دخان دلوقتي وقلق. بوتايزر ده ولا ايه؟ دي حقيقة. ماشي. اهم حاجة بس جبت لي الزيتون اللي فوق دي. شفت الحتة دي؟ دي قلق دي لسه جديدة خلي بالك. يا ريا. انا افتكرتها فعلا ايس كريم والله. بولت ايس كريم. لا هي بولت ايس كريم بقى. بالزيتون. طيب انتوا هتاكل من غير بجد؟ كده فاضل لك انت بس الاوردر بتاعك صح؟ احنا ممكن كده ناكل مع نور لحد ما الاكل بتاعي يجي. والفاهيتا ودلوقتي الفاهيتا وصلت يا جماعه بعد ربع ساعه انتظار. ربع ساعه؟ اصلا بدخان بتاعك ازيد يا صاحبي. طب اي مكان عادي. لا ماشي تعالى نحط. شكرا جدا. يا عم حاجه الحلقه ده بجد. هاري دخان يا باشا. دخان جدا. شبرت ليه كده؟ لازم نخلص المكان. يلا هندوق الاكل دلوقتي ونقول لكم راينا بصراحه بقى المره دي في الاكل هيكون عامل ازاي. يلا جرب كده وقول لي. اول تيست مع ابو لوك. والله انا شايف ان الفاهيتا جميله جدا. لا الطعم مش الشكل. الطعم مش الشكل. لا هو الطعم. دي المواجهه يعني. تيست يلا. استنى نجرب. نجرب الفاهيتا فراخ يا جماعه. بيعملوا كده تقريبا. لا يا بامانه تحفه جدا. انا بعشق الفاهيته جدا. كم من 10؟ بامانه كم من 10؟ ممكن 9 من 10. 9 من 10. 10 من 10 يا ابني ما خدناش ديسكاونت. دوق نور يلا. اصل انا لسه ما دوقتش بس عادي يعني. انا قربت اخلص. كان مره بيخلص هنا اصلا. ايه حلوه. حلوه؟ كم من 10؟ ده ايه ده؟ 8. دي 8؟ ماشي. يا كريم. كريم مش معانا اصلا. 11 من 10. كريم 12 من 10. 65 من 10 ابو جبل. بركه من حكم ابو جبل. هو جعان بس شوف. الناس كلها اجمعت ان الاكل حلو فاكيد الاكل حلو. الاكله كان عامل ايه؟ لا كان لذيذ. حلو؟ واللحمه كانت حلوه والفراخ والدنيا كانت لطيفه؟ بس من نور خلص البطاطس بتاعتي. مش مشكله عشان طيب بس مش الزيت. لا الاكل حلو. دلوقتي هنسال عبد الله ايه رايك في التست بتاع الاكل؟ بالنسبه لي انا الاكل كان حلو، طعمه حلو جدا. هي الكميه بس بالنسبه لي انا يعني انا لسه جعان بصراحه. بس بالنسبه للاكل نجيب لك تاني. نجيب لي تاني؟ نجيب لك. انت لو ما كنتش كلت البطاطس بتاعتي. كان البطاطس بتاعتنا احنا الاثنين. لازم تفضحها. يلا نخوكوا بعد كده نشوف هنعمل ايه. جس اند تشيك.
والله أجس إيه يا ابني، على فكرة إحنا معمول لنا ديسكاونت 100%. كام بقى أول شيك كام بس؟ أنا متوقع إن يعني مثلا زي كده 11 من 10 100%. لا ندفع إيه بس سوالي. لا أنت بتتكلم بجد ولا ده مجازر؟ يلا يا ابني تأكيد في المونتاج. ها أوكي، لا جس إيه بجد؟ الحساب كام؟ لا بغض النظر مش فاهم يعني بتترجم لي. ايوه لا الموضوع ابسط من كده. هو فاكر ببلاش. كام يا ابن اخلص؟ شو احنا مش معزومين على الموضوع ده؟ هم يعني لو كنت هتدفع كنت هتدفع كام بس؟ خلاص احنا ممكن نتوقع الرقم الحقيقي ده مش هيحاسب. هنقسم على 3. حلو كده. سبعمائة وعشرين. جست تشيكن 850. انت كريم؟ 1300. انا بقول 1250 1270. يا جامد يا عبد الله. 1250 قسم على عبد الله بس. خد انت بقى عبد الله. استنى بس نشوف الديسكاونت اللي ابو لف قال عليه اللي هو 100%. مفيش يا زلمه اي ديسكاونت. لا ما تهزرش. يعني مفيش زيرو اهو. شو ديسكاونت زيرو يا جماعه؟ عشان بس تست ايه بقى يا جماعه؟ ارجعوا تاني بقى. التست جاب ابو لفه. اقول كنت بتقول انا كنت بتكلم بالنيجاتيف، خلي بالكم كنت بتكلم بالنيجاتيف. الايه 27؟ لا ده مجازا. انا قلت يعني في 50%. يعني انا قلت 50% متشاله. 50% بس احنا جينا غلط. احنا جينا غلط يا جماعه. كده يبقى خلصنا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فلوج جديد ان شاء الله. متنساش بقى تشترك في القناه وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. سلام.